النهارده بنعلن عن افتتاح وتشغيل المرحله الثانيه من المشروع الخاص بممشى اهل مصر. المشروع ده بيمتد شمالا حتى كوبري الساحل وجنوبا حتى قصر النيل، كوبري قصر النيل. والحقيقه الحدث اليوم هو تكليل لنجاح الشراكه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، الدوله والقطاع الخاص، وهو ده الدور اللي بتسعى فيه الدوله حديثا، هو اشراك القطاع الخاص في تنفيذ واداره المشروعات القوميه. عايز اوضح ان المشروع ده هو مش بس منطقه وسط البلد، هو لنيل القاهره الكبرى. وممشى اهل مصر هو مش مشروع بس للقاهره الكبرى، هو لكل المدن الواقعه على نهر النيل. ولو بنتكلم على القاهره بنقول ان كل المناطق السكنيه وغير السكنيه ذات الاطلاله على نهر النيل هيكون ليها نصيب من هذا المشروع. طبعا مشروع زي مشروع ممشى اهل مصر، وزي ما كنت بقول جوه، ده مشروع ملوش ريفرنس قبل كده عندنا في مصر. فان كان صعوبته في ان انا داخله على مشروع، الحمد لله احنا لينا سابقه اعمال خاصه باداره مولات بتبقى مقفوله، اما انا مشروع لا له سقف ولا له جناب ومني للشارع واكسسبل لكل فئات الشعب، ما عنديش دور سيلكشن، ما عنديش كده. فكان من ضمن التحديات ان احنا ازاي نأديوكيت الماركت ان نحصل نوع من التنظيم في الدخول وفي القعدة وفي سلوكيات المواطن بشكل عام وهو بيتنزه ويفسح على الممشى. الموضوع مش موضوع بس يبقى تجاري بحت، لا، الموضوع فيه خدمة مصر ومواطنين مصر وشعب مصر اللي من حقه بدل ما كان بيقف على الكوبري بعربيته او هو وخطيبته يقعدوا على كراسي بلاستيك، لا، انا اوفر لهم القعده والمنظر والمشروبات والمأكولات بالشكل الحضاري المناسب له كمواطن مصري وللمشاريع القوميه اللي بتتعمل. اللي بيحصل دلوقتي ان الدوله بتطور كل الوجهة السياحية بتاعتها، وده بيبقى لازم ليه شركات إدارة. ما فيش في مصر شركات إدارة غير شركات إدارة أجنبية. إحنا كشركة مصرية 100% عندنا قدرنا نحقق الستاندرد بتاع الإدارة، قدرنا نحقق نجاح في ممشى فايز 1، وقدرنا ان هو يبقى ديستنيشن للمصريين يقدروا يخرجوا فيه والاجانب يقدروا يخرجوا فيه، بيتعمل فيه كل حاجه. فده من ضمن خطتنا والبارتنرشيب بتاعنا، واحنا مبسوطين النهارده ان احنا بنجدد الشراكه وان احنا جزء من الرؤيه. موضوع ممشى اهل مصر ده فكره سياده الرئيس وانشاء الهيئه الهندسيه قوات مسلحه ومتابعه يوميه طبعا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان وهيئه المجتمعات وشركه سيتي ايدج. نجحنا في المرحله الاولى الحمد لله. كلمه نجحنا يعني مشروع استثماري مع الدوله، شراكه، زائد المواطن مبسوط بالحاجات اللي موجوده تحت في الممشى من محلات من تمشيه من كل حاجه. انما عندها ان في مرحله ثانيه اللي هي 3 كيلو و20 و200 متر، ودي اللي ان شاء الله فيها التنميه الفتره الجايه خلال الست اشهر الجايه، زائد مشروع العالمين الجديده في النورث سكوير مول برضو بنفس الاهداف القوميه اللي احنا شغالين عليها كمشروع قومي. احنا بنعمل فيه تنميه وبنعمل فيه جميع الخدمات المطلوبه ان شاء الله.